انا غادة ابراهيم، اهلا بيكي، برحب بيكي معانا ومنوره المهرجان. كلميني بقى النهارده على حضورك المهرجان الاطلاله الشيك. انا افتتاح المهرجان ده اول ظهور ليا بعد وفاه اخويا الله يرحمه، وكان لازم اجي لاني ده شغلي واكل عيشي، فان شاء الله في الجنه باذن الله وربنا يرحمه يا رب ويحسن مثواه. وبعزي كمان استاذ حسين لاني اخوه متوفي من ايام وجاي وواقف على رجليه ومشارك في المهرجان وفي احتفاليات، ربنا يا رب يكون في عونه. وبعزيه من كل قلبي بجد، لاني استاذ مصطفى انا اشتغلت معاه وحد قريب للقلب جدا بجد يعني، واشتغلت مع استاذ حسين برضو، ناس جميله قوي قوي، ولاد ناس ولاد بشوات محترمين وجمال بجد. فالبقاء لله يا رب، ربنا يرحمنا جميعا. الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أنا ما جيتش من يوم الافتتاح، أنا عندي دور برد والله، حتى سامعين صوتي عامل إزاي. أخدت دور برد جامد جدا في الافتتاح، وده أول ظهور ليا بعد الافتتاح. افتتاح طبعا الدورة كان أكتر من رائع، خاصة المشاركة الفلسطينية، وإن يبقى شعار الدورة فلسطين، والسوفونير الحلو اللي وزعوه في الافتتاح علم فلسطين اللي بيتحط على الجاكيت أو على اللبس، أنا افتكرته ماجناتك بيتحط على التلاجة في الأول والله، لأن هو ينفع بعد كده على فكرة، بس لما لقيت كل الناس حطاه يعني كسفت قوي إن أنا حطاه في الشنطة، رحت مطلعاه. فسوفونير حلو جدا وحاجة لفتة جميلة جدا ما شفتهاش قبل كده بصراحة. وكمان الاعمال المشاركه كتير جدا، يعني اعمال من السنه دي في فرايتي كتير جدا من كل البلاد، اذا كان اجنبيه ولا عربيه، وكم السفرة اللي شفتهم في الافتتاح ما شاء الله ما شاء الله بجد بجد، كان حاجه جميله جدا. طبعا النهارده عشان ادعم حبيبه قلبي زينه اشرف عبد الباقي والنجم الجميل الاستاذ اشرف اللي انا بحبه وبحترمه على المستوى الشخصي، ومين يصدق ان شاء الله يبقى حاجه حلوه لا تصدق، لاني برضو نجوم كتير مشاركين كضيوف شرف في الفيلم، وهي جميله يعني اكيد ابن الوز عوام باذن الله. لو غاده هتدعم القضيه الفلسطينيه ممكن تقدمي عمل ايه؟ ممكن تقدمي مثلا اغنيه، ممكن تقدمي فيلم، ايه الحاجه اللي انت ممكن تقدمي؟ انا دارسه استعراض، انا دارسه باليه، وكنت كل المسرحيات الاستعراضيه اللي عملتها مع وزاره الثقافه، انا عملت 10 مسرحيات مع وزاره الثقافه كلها استعراضيه غنائيه، فانا ممكن اغني وارقص وامثل في عمل استعراضي غنائي خاص بفلسطين. ممكن نشوف ده الفتره الجايه؟ ليه لا، ليه لا، ليه لا، مش بعيد علينا جدا. فاي حاجه نقدر نعملها للناس دي وللبلد دي واجب علينا على فكره، واجب وطني يعني، ملح، واجب ملح، لاني ابسط اضعف الايمان، مش هقول لك ده اضعف الايمان، ان احنا نشارك بعمل فني، مع ان المفروض يبقى دورنا اكتر من كده بكتير على فكره. طب غاده دايما بتهتمي باطلالاتك ودايما اطلالاتك مميزه، كلميني ايه اكتر اطلاله شفتيها مع بدايه المهرجان وعجبتك لفتت نظرك؟ هو يعني خيم اللون الاسود على معظم الحضور، وده كانت لفته حلوه منهم، كتر خيرهم منهم، عشان طبعا عشان المتوفين استاذ حسن يوسف والاستاذ مصطفى فهمي، وكمان عشان الاجواء اللي حاصله، فبجد اللي لبسوا اسود بجد يحترموا جدا، لفته جميله جدا منهم. شفت كام فستان اسود جمال جدا، يعني انا فستاني على فكره كان عندي، ما دورتش على حاجة، كان عندي من ضمن الفساتين اللي كانت عندي طلعته ولبسته، فأنا مقررة ألبس أسود، أنا كده كده أخويا متوفي، فأنا الفترة اللي جاية هلبس أسود كله. أكتر مثلا فستان عجبني في الحضور فستان مين يا ربي، فستان مش فاكره والله من، بس كل بس على فكره معظم الفساتين ما كانتش اوفر، وحتى انا تعمدت ان يبقى فستاني ما كانش فيه كمام، عملت له كمام، معظم الفساتين ما كانتش اوفر، وحتى اللي لبسوا الوان ما كانوش برضو اوفر صراحه، وكانت لذيذه عليهم. مش عارفه الاسود برضو، عارفه ليه كده، ليه كده طله وشياكه وملكي بجد، لون ملكي بجد يعني. فلا عجبني كام فستان حلوين بجد يعني، عجبوني جدا، بس مش فاكره مين اللي كانت لابساهم، بس كان في كام موديل حلوين بجد. قولي لي ايه الحاجات اللي بتحضري لها بقى الفتره الجايه؟ انا عندي مسرحيه شغاله فيها مجلس العقلاء بتتعرض في محافظات مصر، لفينا بيها، وكان معروض لي في العيد الصغير فاصل من اللحظات اللذيذه مع الحاج احمد السبكي الأستاذ المخرج احمد الجندي، عمل الحمد لله عدى 80 مليون الحمد لله يعني، عدى، وحتى في السعوديه لما معروض دلوقتي بيتعرض دلوقتي معدي، عامل اعلى ايرادات،
فكل ما بيجي الجزء بتاعي اللي هو انا كاريزماتيك اللي هي الترند بتاعي، فعايزه اقول لك الناس بتبقى بيكلموني ويصوروا لي الشاشه ويبعتوا لي، مبسوطه بجد بالفيدباك جدا جدا. بحضر حاجه رمضان بس يا رب تكمل على خير بقى بجد، لان انا نجمي نجمي خفيف قوي والادوار بتتسرق مني، والله بتتسرق مني بجد يعني، فان شاء الله خير يا رب على وشكم الحلو. نورتينا يا غادي. ميرسي نورتينا.